قلب شو. على أبواب الانتخابات الرئاسية، هل سيتصالح الزعيمين المسيحيين ميشيل عون وسمير جعجع؟ انطرونا بعد البريك. دير قلب شو، دير قلب شو. معكم في قصر بعبدة مباشرة ضيفين جمعتهما المارونية وفرقتهما الكرسي الرئاسية. على أبواب الانتخابات الرئاسية سنصالحهما، فهل سيعودان حبيبان أم سيبقى أحدهما يدز بسيل والآخر يدز عدوان؟ عندما تجمع القبلة ما فرقته السياسة تصبح الحدود في خبر كان وتصبح كالأحمر بالخط العريض. أهلا وسهلا معنا بالاستوديو اليوم الجنرال ميشيل عون والدكتور سمير جعجع. أهلا أهلا أستاذ مالك، بطبيعة الحال أنا بشكرك كتير 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 على الجمعة الحلوة. أهلا فيك جنرال. لك أهلا وسهلا فيك وحدك، وأنا بدي أقول للاثنين إني جدا سعيد وفرحان إني هون. بمحاولة للمصالحة بينهما، حكيم شو جايب له معك للجنرال اليوم؟ بالطبع الجنرال غالي على القلب، جايب له معي زهرة. الزهرة هي زهرة الحماية والأمان، زهرة الحب والسلام طبعا. عظيم حكيم، وانت جنرال شو جايب له معك للحكيم؟ جبت له باتا مودلي. شو اللي جبت له؟ جبت له هاي صندوق تعدي فيها مفكات ومعيدي، هيك اذا تخرب شيء ببيته عنده الامكانيه انه يصلحه. طبعا حلو كثير هالصندوق. وصل الجنرال. جنرال وحكيم بحلقه المصالحه التاريخيه بينكما، شو حابين تقولوا لبعضكم؟ انا بقول له اني كثير بحبه. انا بتقول اني بحبه اكثر؟ لا 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 يمكن، انا بموت فيه. انا بموت فيه اكثر. واو، ما عم صدق يلي عم بيصير. لك انا بعشق وعشق جنون خوات. انا بحارب الكل كرماله، وطبعا بضحي بالكل كرماله. جنرال حكيم، هل عم تحاول تقولوا انكم وصلتوا الى مرحله العشق والذوبان؟ لك يا خي شو دخلك انت؟ ايه خي بعشق وبدوب فيه، وهو حبي الاول والاخير، ولا يمكن ما يكون هيك، لا يمكن. طبعا وهو غالي علي، هو روحي وعيني. اعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا الحنان والغرام، هل سيقبل الزعيمان الحبيبان بعضهما البعض؟ جنرال مستعد تبوسه؟ شو ببوسه؟ لك بنجره بالتبويس، بخليه يبرق. انا بغمره وبشد عليه كتير 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 وما بتركه. هو اللقاء هي لحظة النقاء، فهل ستكون هذه القبلة هي قبلة السلام في وطنه؟ خلينا نشوف قبلة المصالحة. حلو هيك ما أحلاها، ولا يمكن ما تكون إلا لإلها، ولا يمكن. للأسف ما رح تزبط معنا، وبعدهم مختلفين اثنين، حتى حبيبهم الكرسي الرئاسي مشترك وما بيتقسم على اثنين. لوين مودينا لوين؟ على أحمر بس مش بالخط العريض، بل على أحمر. من يصدق أنهما خطان يلتقيان؟ تصبحون على خير.